كابتن، ممكن قبل ما ندخل في تقنية الفيديو، كنت حضرتك لسه بتكلمني قبل الفاصل وانه حضرتك كان ليك قصة مع محمد عبد الوهاب، كابتن محمد عبد الوهاب الراحل. الحقيقة يعني التقرير اللي شفناه قد ايه بيرجع لنا مشاعر وذكريات، وربنا يا رب يرحمه ويصبر اهله، وقد ايه كان هو لاعب خلوق ومختلف. ربنا يا رب يرحمه، كلنا افتقدناه، النادي الاهلي افتقده، كل الجماهير وكل الناس الحقيقة افتقدته. اتفضل يا كابتن. هو طبعا انا كان لي شرف ان انا في 2005 كان في بطوله كاس العالم للعسكري كانت موجوده في المانيا، وكان لي شرف ان انا اكون موجود مع المنتخب العسكري مرافق، لان المنتخب كان بياخد معاه حكم وحكم مساعد لما كان بيسافر اي سفريه خاصه ببطوله العالم. فكان من نصيبي ان انا اسافر مع المنتخب في 2005 المانيا، وكان المنتخب بصراحه كان قليلين جدا اللعيبه، كانت يعني مش كل اللعيبه احنا واخدينها، لان كان النادي الاهلي عنده بطوله تقريبا، وكنا محتاجين ان احنا ناخد منه عن اللعيبه طبعا ما سافروش. فالمنتخب ما كانش هو المنتخب اللي احنا نامل ان هو يعني يكمل حتى الدور الاولاني او الدور الثاني. وكانت مفاجاه بالنسبه لنا ان احنا رحنا البطوله ديت، وسبحان الله ربنا كرمنا، ماتش كسبناه، في ماتش بقينا مش مصدقين ان احنا انت رايحه بتيم مش جامد قوي، وانت يعني حاطه في اعتقادك انك انت يعني اقصى حاجه توصلي لها انك انت ممكن تخش دور ال 16 وتخرجي. ولكن كانت مفاجاه ان احنا وصلنا الدور النهائي لكاس العالم العسكري، ودي كانت مفاجاه. كان محمد الله يرحمه كان بيلعب في يعني مش عايز اقول لك، انا في اليوم ده انا كنت قاعد طبعا بشجع منتخب بلدي طبعا، وانت مش متخيل لما توصل النهائي بقى والنهائي يروح منك. ولكن سبحان الله الهدف الوحيد اللي يجي ساره في المباراه كابتن محمد ابو هاب، وهي كانت مخالفه تقريبا على حدود منطقه الجزاء، بس كانت متطرفه شويه ومش سهله، يعني مش هي على الحدود مثلا مواجهه للمرمى، لا يعني هي كانت متطرفه كمان في حته صعبه شويه. وما كانش حد متخيل ابدا ان هو بسم الله ما شاء الله يعني من مره واحده بيلعبها راحت رايحه في المقص، وده كان هدف المباراه الوحيد، وخدنا كاس العالم العسكري في 2005 بفضل محمد. محمد من الناس الطيبين جدا يا ساره خالص، يعني مش عايز اقول لك قريب جدا من ربنا، هادي خالص، هادي كده تحس وانت قاعده معاه انت ذات نفسك في راحه نفسيه. يعني محمد حاجه تانية خالص، يعني لاعب فعلا ربنا يا رب يرحمه، ربنا يرحمه يا رب، وفي الجنه يا رب، جناته وطبعا اهله يا رب واهله كلهم. وعاوز اقول ان كره القدم كمان واللاعب لابد ان هو يعني الحته بتاعت ربنا دي جميله جدا، عشان ربنا يوفقك وتبقى حاجه كويسه، لابد انك انت طبعًا تبقى يعني طبعا وفي اي مجال مش بس كره القدم، في كل المجالات يا ساره، في كل المجالات. هو يمكن محمد زي ما حضرتك يعني عمره ما زعل حد، يعني انا قعدت تقريبا هناك 20 22 يوم مع محمد هناك، كل البعثه بما فيهم ست لهم صبا كامل كان رئيس البعثه، وست لهو عبد الكابر كان موجود معانا، كل البعثه كلها. محمد بالنسبه لنا كان حاجه جميله جدا جدا، ربي ربنا يرحمه. عمرنا ما نسيناه يا كابتن، وعمر ما جماهير الاهلي نسيته. والحقيقه زي ما حضرتك قلت كان لاعب خلوق جدا ومختلف جدا، ربنا يا رب يرحمه يا رب.